السلام عليكم اخوان ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. من بعد ما شفنا الملخص ديال مباراه الترجي التونسي والرجاء البيضاوي، دابا غادي نشوفوا المحللين ديال المباراه شنو قالوا على هذه المباراه، وعطيونا الاراء ديالكم من خلال التعليقات. وما تنساوش تشجعونا بلايك. وبالنسبه للناس اللي كانوا عجبتهم الابليكاسيون ديالي، انا ما عندي حتى شي مشكل ومرحبا بكم ان شاء الله فيما يكون عندي شي جديد نعطيه لكم. المهم الاخوان ديالي اللي ما شافوش الابليكاسيون راه ديال شدرت عليها الفيديو، مرحبا بكم كاملين. يلا خليكم الاخوان ديالي معايا في الفيديو، نتلاقاو في الاخر ديالو ان شاء الله. الاخوان ديالي ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو ليا في راسكم بزاف، نتمنى نشوفو ان شاء الله في شي فيديو احسن. بانت ليا شنديرو شي تقرير في البين سبور ان شاء الله على هادشي، على هاد المباراة ديال الترجي غادي نقدمها لكم. ما بان ليا والو، بانت ليا نفس داكشي معاود، ولكن علاش ما